يغتسل على الفور، عايز يأخر اغتساله شوية، يعني إنسان أجنب بالليل وقال لك طب الصبح بقى أغتسل، هل يجوز لي كده؟ نقول نعم يجوز له ذلك إذا توضأ. لحديث عمر بن الخطاب، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. والحديث متفق عليه. أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. ده مين اللي قال نعم ده؟ اللي قال نعم النبي عليه الصلاة والسلام، نعم إذا توضأ. طيب، أيضا من الأمور اللي ينبغي الانتباه ليها أثناء الغسل إن في أماكن في الجسم ممكن ما يصلهاش الماء إلا بتتبعه. يعني لو أن إنسان سمين، إنسان سمين والبطن فيها يعني تكسرات، ينبغي عليه إن هو يدخل الماء بيده، يدخل الماء بيده. وكذلك الأماكن اللي هي تحت الإبطين والسرة إلى آخر هذه الأشياء كلها، والأذن طبعا مع المضمضة والاستنشاق، كل هذا ينبغي على الإنسان وهو يغتسل أن ينتبه له. طيب، ده في صفة الاغتسال. طيب، الإنسان بقى الجنب أو المرأة الحائض، الإنسان الجنب سواء كان رجل أو امرأة، والمرأة إذا أصابها الحيض أو النفاس تحرم عليها ويحرم عليه أشياء. طيب، أشياء تحرم على الرجل والمرأة إذا كان جنبا أو إذا كانت المرأة حائض أو نفساء، وهذه الأمور نتعرف عليها بعد فاصل قصير إن شاء الله عز وجل. فاصل قصير ثم نعود إليكم إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن تكونوا دائما وأبدا على خير حال. نستودعكم الله لحظات ونعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت المرأة حائض أو نفساء، ما هي هذه الأشياء أيها الإخوة؟ إحنا سألنا الناس برضو في الشارع معانا علشان نعرف الناس مذكرة الموضوع ده ولا لأ، والناس بتفكر في الموضوع ده وعندها دراية بيه ولا لأ، وكان هذا التقرير. نخرج نشوف التقرير دوت ثم نعود إليكم إن شاء الله. والدخول المسجد ومس القرآن، لمس القرآن الكريم، لأن لمس القرآن الكريم لا يكون إلا للطاهرين، لا يمسه إلا المطهرون. والصلاة، لا يجوز إنسان الجنوب أن يصلي، ولكن يجوز أن يتيمم ويصلي يعني، تمام. ويحرم عليه دخول المسجد والصلاة فيه، يعني ما يصليش في المسجد وبس. أولا الصلاة، بس انتهي الصلاة، يعني أنا اللي أنا أعرفه إن الجنوب لا يقرب الصلاة يعني. الصلاة، مس القرآن الكريم، التحرم على الجنوب أيضا بالنسبة للمستحاضة بتكون برضو جنوب، الصيام والصلاة. يحرم على الجنوب مس القرآن والصلاة، والحائض طبعا لا يجوز لها أن تمس القرآن أو الصلاة. الأشياء التي تحرم على الجنوب هي الصلاة وقراءة القرآن، مس المصحف والصلاة، الصلاة والدخول المسجد مثلا، أو أي شيء يتعلق في الدين. دية الحاجات اللي الناس جاوبوا بيها، ويمكن المرة دي الناس يعني عندها حضور شوية عن المرة، يعني الأسئلة اللي فاتت. الأشياء التي تحرم على الجنوب، طبعا المسألة أول حاجة ودي ظاهرة جدا مش محتاجة بقى ان احنا ندلل عليها، الصلاة تحرم على الجنوب الصلاة، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. تاني حاجة الطواف بالكعبة المشرفة، فاكرين احنا قلنا الكلام ده من الأشياء التي تجب للإنسان، اللي توجب الوضوء، الحاجتين دول برضو الصلاة وإيه والطواف بالبيت بالكعبة المشرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. والحديث رواه الإمام الحاكم عن عبد الله بن عباس وصححه الشيخ الألباني. دي مسألتين دول سهلين ومعروفين ومفهومش كلام. المسألة الثالثة مسألة المكث في المسجد، إن الإنسان الجنوب أو المرأة الحائض تدخل تقعد في المسجد. هذه المسألة الحقيقة من المسائل اللي فيها خلاف، خاصة في العصر المتأخر،
ولكن إن كانت قديما يعني المسألة أكثر رسوخا واستقرارا. مسألة المكث في المسجد يحرم على الجنب ويحرم على الحائض والنفساء أن يمكث في المسجد، وذلك لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا أن نخرج يعني في العيد فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. العواتق وذوات الخدور اللي هي البنت الشابة التي وصلت إلى سن البلوغ إلى يعني أن تتزوج، هذه الفترة اللي احنا بنسميها المراهقة، البنت الشابة اللي هي في السن ده. هذه المرأة كان عند العرب أو عند المسلمين كان هذا يعني هذه المرأة البنت لا تخرج إلا للحاجة الملحة يعني. فأم عطية رضي الله تعالى عنها تقول أمرنا أن نخرج يعني في صلاة العيد فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور، فأما الحيض اسمع بقى خلي بالك مني، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. يبقى يشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن، يبقى المرأة الحائض تعتزل المصلى. المصلى ده مش المسجد، المصلى ده المكان، الحديث ده في البخاري ومسلم متفق عليه، المصلى ده مكان في الخلاء، مكان الخلاء اللي بنصلي فيه صلاة العيد. فالمرأة الحائض أمرت، ومن الذي أمرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتزل المصلى، المصلى مش الجامع. إذن فاعتزال المسجد من باب أولى بلا شك، فيحرم على المرأة الحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، إلا طبعا عابري سبيل، دخل المسجد بتعدي من مكان لمكان، أو دخل جيب حاجة من المسجد زي ما السيدة عائشة رضي الله عنها أمرها صلى الله عليه وسلم أن تأتي له بالخمرة من المسجد فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، لأنها ماذا تفعل عائشة عابرة سبيل، دخل جيب حاجة وخرج. أما أن هي تمكث في المسجد فهذا يحرم على الجنب ويحرم على الحائض ويحرم على النفساء المكث في المسجد. طيب الإنسان الجنب هنا أمر مختلف شوية، الحائض والنفساء يحرم عليهما مطلقا أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه، أما الجنب الأمر بالنسبة له مختلف، لأنه يجوز له أن يتوضأ وأن يمكث في المسجد إذا توضأ. لحديث عطاء ابن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. والحديث ده رواه سعيد ابن منصور في سننه وصححه الشيخ الألباني في كتاب الثمر المستطاع. إذن فهذا يا إخواني في موضوع المكث في المسجد. في المسألة دي قال سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وليس المعنى لا تصلوا إلا عابري سبيل على الآية يعني ولا جنبا إلا عابري سبيل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة.